انجارو عشان تتأكد تعرف الحاصل شنو. دقيقة بس أنا هوريك. ده شنو ده؟ طيب ليه ما بتقول؟ ده بعدين يا حبايب بعدين، انا بس اقدر اشتغل شغل خير. احنا ده ما تاكل حم كتير بلغط بتاعت انقلاب وما انقلاب وبتاع، هو مقلوبه من زمان زمان. ناس يتم مستلمين السلطه، تو ناس مساكين ساكت جزء من الناس، يعني ما قصدي الكل. خلينا نخش في برنامج تاني. انت لو دير تعرف الحكومه قلبوه ولا ما قلبوه، مقلوبه من يومها، تعرفوا من يوم ومن يوم مقلوبة. يلا خش في المهم هنا. نعمل ده قيادي يتربى في حزب الامه لقائد تقول المركز، يعني في بعضي معين كده اسمه المركز، رئيسه فلان وسكرتيره فلان والمسؤول المالي فلان. والله هو المركز ما معروف. المركز بالنسبة لنا عقلية. لو كان بيجي من دارفور ذات بيقعد في نفس المدرسة برضه. العقلية بتاعت المركز ده ما معروف. طيب ليه ما بتقولوا عقلية المركز والهامش؟ ليه بتقولوا المركز بس؟ لا المركز الهامش ده انت عمل شنو عشان انت تجي تحاسبه؟ الهامش ده الهامش ده نعم بنتكلم في جرد حساب نعم بتاع ممارسه بتاع عمل سياسي في السودان في تاريخه الطويل والقريب. فبالتالي انت الهامش ده عمل شنو؟ ارتكب جرائم، جاء حكم في السلطه ظلم الناس. لكن احنا بنتكلم عن عقليه اداره البلد قبل ما يتاسس البلد ذاته حتى تاريخ اليوم. فالعقلية دي أي زول بينتمي لها سواء كان من دارفور سواء كان زغاوي فلاتي أي حاجة بيمارس العقلية ده. نحن ما بننميه لجنس معين، لكن بنقول إنه المدرسة بتاعت العقلية دي هي اللي نحن شغالين بنقول إنه العقلية بتاعت المركز. والمركز ده معروف هي بدأت بمسائل معروفة باتجاهات معروفة وفرض بتاعت ثقافات معروفة وفرض بتاعت استعلاء يقين معروف. ولكن اي زول انت مليان نحن بنفتكر انه هو زول من بيحمل عقليه المركز، يعني ما بالضروره يكون له نيته بيكون هنا. لكن المساله بتاعت انه يجيب واحد من اقاليم دارفور يشاركوا في السلطه تقول ما ده ولدكم قاعد. طيب انا اقول لك حاجه نعم تفضل. خلينا نتكلم بوضوح. تفضل. الجيش السوداني اللي قاعد ده قيادته كله من الشباب. حزب الامه ده قيادته من الشباب. الحزب الاتحادي قيادته من الشباب. الحزب الشيوعي قيادته من الشباب. الحزب البعث العربي قيادته من الشباب. البعث العربي الاي قيادته من الشباب. قياده ارجوك، قياده كفرد ولا قياده كمجموعه؟ قياده كمجموعه وفرد. اوكي يعني تلقى الرئيس بتاعك كده. القوات الشعب المسلحه ده كله قيادته كبيره من الشباب. فبالتالي لما تيجي تتكلم عن وزن السياسي، لما تيجي تتكلم عن اوزان سياسيه عشان نجي نعمل المعادله، انت ما من العقل تيجي تتكلم عن انه الاقليم الشمالي مثلا ما فوق ما موجود او انظلم او هنا. انت بتتكلم عن المعادله السياسيه في السودان، تتكلم عن المعادله السياسيه. انا الاحزاب اللي قلت عليك دي كلها قيادتها من الشمال. لما تيجي تتكلم عن الاوزان السياسيه انت ما بتقولش انت السودان كله كوزن سياسي. عشان كده الناس عملوا السلاح ده على اساس انه يتخرج توازن، ما عشان مظلوم الاخرين، لكن عشان الاخرين برضه ما يشيلوا حق الناس. لكن الزول انت 60 سنه انت حاكمني، انت عملت كل حاجه عملت. طيب الليله يا طاهر حجر قدرت اقول الكلام ده الليله مثلا؟ ما ده الكلام اللي احنا قاعدين نقوله بشكل واضح جدا. ابناء الشمال هم تدمروا وهم السفقوا وهم القتلوا وهم اللي اغتصبوا جزء من ابناء الشمال اسمه صفوة. انت مدخل كراك معاهم باتفاقيه هزيله زي ده شنو؟ ده تجي تقول الليله لتوم هاجو عمل معاه لقاء بابرو لايف؟ ما معروف الكلام ده، معروف الكلام ده اللي احنا قاعدين نقوله يوميا. منو الجند الجنجوي؟ وشفت نفس اللي قال لك العقليه بتاع المدرسه دي بتاع المركز دي. طيب انت عارف العقليه بتاع المركز وبتاع المدرسه بتاع المركز دي انت ما عارفها؟ هي جديده
هي بتتخبى على زول وهذه قدامه خش المرافق الحكوميه كله. والكلام ده حسي ذاته اللقطه اللي جايبه ده اللقطه الحسي القاعد موجود في السودان ده سببه عبد الشمال. ولسه قاعدين امبارح طلعت دي اسمه امل امل اللي بتطلع لايفات مسكين هوي احنا شاكلنا مع حلنا عديل ابناء الشمال تشاكلوا مع حلكم عديل. انا وريتكم تركب ما في حاجه اسمها علي تركب سري معاو ها تركب سري زي اخوتنا ليلى تحياتنا. امبارح برضه شغلت لايف جلدت لك واحد لاف في السوري ابد بتاعت عبد الواحد جلد 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 يمكن اللايف شفتوه ولا ما شفتوه ما اعرف. الناس تتلمى شويه بعد ذاك انا بجيب لكم الزول في خرب افريقيا شوف الجنجويد بضبحوا الناس كيف. عملوا لنا شير عملوا لنا شير اوريكم الزول بضبحوا عديل قدامكم شخ دمه بدفق عديل عديل كده بس قدامكم بس عملوا شير يا جماعه. ما تنشغلوا بالانقلاب ما تقرأوا انقلاب يا جماعه ما تقرأوا سياسه انقلاب شنو هو اصلا من يوم مقلوبه من يوم المدنيين تهت جزمه حميدتي وتهت جزمه البرهان يا تو مدنيه انت عندك ذاته يا تو حكومه انت بتتكلم فيها لا لا خلونا يا اخي بلا انقلاب بلا وسخ مقلوبه من يومها من يومها الجندويت حاكمين والعسكر حاكمين والكيزان قاعدين في محلهم. انت بتتكلم في لجنه ازاله التمكين يا تو لجنه ازاله التمكين ويا تو ابو قنفوت حكموه والبشير قاعد في محله انت ما بتقروا يا جماعه منو هم ذات هم كلهم اولاد خالات منو خالد سليك منو الاصم منو الزفتي منو تغير شنو انتو عشان تجي واحد يتغلي يتخلي يقول في انقلاب هذا انقلاب انت بتتكلم كيف هي من يومها مقلوبه هي من تل تصريحات اللي بيقولها بتبجح وماسك واحد متخلف جاهل رجعي يجي ما بعرف بيتكلم ذاته يتكلم في شؤون البلد يركب طيران يمشي على السجاج الاحمر الكلام ده جديد هو ما مقلوبه من يومها من يومها البلد بقت فيها جنجويد الجنجويد جابوا مليارات الدولارات اشتروا بيوت من الخرطوم الشمالي نصهم جروا من الخرطوم الكلام ده جديد الكلام ده جديد انتم بتتكلموا كيف انتم خلينا نتونس في اللايف ساكت ما تشغل نفسك لكن في ناس اشتروا بيوت في الخرطوم كانوا شغالين زي 10 سنه في اوروبا بتاع عشان كده ماسكين راسهم احنا فارقه احنا عندنا الزول حملنا من الاسمنت والسيخ ده انتوا بتتكلموا كيف؟ بطلوا اللخبطه يا جماعه خلونا كده نمشي قدام يا جماعه الناس تعمل لنا شير اوريكم الزول الناس في غرب افريقيا ولا نايت من يوم ما مقلوبه جبت مال ابناء الصف وعملوا محاصصات واتفقوا مع الجنجويت الرباط اللي ما عندهم ضمان كويس طوال هنا شنو؟ طوال يا جماعه الصفحه دي بيسكروها ليه لكن هنا بس نتوكل بقى بس يهود الزول يا جماعه يهود الزول الضبهو شايفين التهت ده؟ داك دمه انا هشغل لكم فيديو لكن الا شير لو في شير انا ممكن يهود الله اكبر الحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر ايدي الله سبحانه وتعالى الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ايدي الله سبحانه وتعالى شوف يا هذيل شايفين الله اكبر شايفين عبارة عن جدادة الله تنضبوا زي في الخرطوم انت قادر تفهم الليب يا شهادات عشان كده انا هسي جاهز جاهز هنا طبعا برضه في البلد ده في جنجويد كتير انا اشتريت سكين جاهز سكين طوبة جاهز لا بعرف فرنسا لا عندي شغلة بفرنسا لا بتاع زول الجاري زيد تطلع سكينك طوال يا صاحبي يا ابيض ايوه زول دي الاولاد حرام يا صاحبي اولاد حرام يا عمك شايفه وجاب صورته والله اكبر كمان يعني كانه ضبح جداده يقش الدم كده انت مش لما تضبح الجداد تقش الدم في ريشه كده زي ده بس والله اكبر قال لك الله لكن
قادر تفهم اللي احنا بنتكلم في موضوع اكبر من كده. احنا قاعدين نشتري سلاحنا ليه؟ لانه الناس دي اولاد حرام، ديل اولاد حرام، ديل انا ما اعرف ذاته امهم بكون حسينه وابوهم عبد الله، نحن امنا هو وابونا ادم خيطر. لكن ديل لا لا لا، ديل ابن ادمي؟ لا ما ممكن. حتى لو دول اعتدى عليك ممكن تضربه طلقه لكن تدافع عن نفسك، لكن بالسكين ممكن تطعنه، ده برضه الدفاع عن النفس، لكن تطبعه من هنا مقفولة لي الصفحة يا جماعة. شركة الفيسبوك بقول لك خير مطابق لمعايير الفيسبوك. الناس يقطع سكريب شوطات بس المحل ده بعد اقفل اللي أبناء الشمال السلام عليكم ورحمة الله مجددا ثاني. خلوا الوسخ وخلوا القفل وخلوا الرمم وخلوا القروبة الوهمية المزيفة دي. الكلام ده قاعدين نتكلم معاكم 60 مرة. الله يا أحمد نبذني أحمد كسر نبذني نبذك الحسقوك هنا يا وهم. انا والله العظيم شفت الشمالين ده غضبان منهم غضب ثقيل جدا جدا، لانهم لازم تركبوا ناسكم دين وينو وينو لايفاتكم تركبوا عديل حركات مسلحه عديل ما مننا ومن دمنا ولحمنا ما ركبناهم لكم. تدقش دورك ده دقش ثقيل يا زول، تردموا يا زول. تقول لهم شفت ديل الناس اللي قتلوا وديل الناس اللي اغتصبوا وديل كده وطقطوا علاقاتكم معهم، يدكم 5 جنيه 5 جنيه حميتي يجي يضبهكم زي ده. عرفوا الضبط؟ ده جاب صورته عديل. انا خارج شريف في الفيسبوك بس بك في الليل يقول لك خير مطابق لمعايير الفيسبوك. يلا يا جماعه الناس خلونا من بلا انقلاب بلا وسخ يا زول، خلونا من بقفل الصفحه اسمه الصفحه دي انا محتاج لها لانه ممكن يعلنوا البيان. حتى لو اعلنوا البيان ذاته طلعت في اللايف بطلع 5 دقائق بس كده بقول لكم بس كده 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 وانتوا ذاته بتلقوا البيان. يعني ما حاجه جديده يعني ما تشغل نفسك، امشي شغلك الدير يمشي الشغل يمشي الشغل خليك عادي يعني نورمال. شنو يعني؟ يميتي ذاته وانت قال البرهان رئيس الرئيس يميتي من زمان، الكلام ده جديد الجنجويد مع حاكمين حميتي ده مع واطي الناس من زمان. انت يا جماعه الكلام ده انا والله مستغرب جدا يعني. موضوع ده زمان الجنجويد حاكمين 50% او 60% ومعهم اضافه الجنجويد 50% والحركات 10%، دي 60 باقي كم؟ 40 40 العساكر حاكمين 20 30 والمدنيين حاكمين 10. موضوع انت يعني الجنجويد عندهم نصيب العسل، يوم جايين من سنتر افريقيا من تشاد